اتفضل انت الاول. ايه ومن امتى الادب ده؟ حبيت اترك ذكرى طيبه بينكم عشان تفتكروني بيها دايما. لا والله واعي. اتفضل اتفضل. طيب استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليك يا رب. استغفر الله العظيم. 198 الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. على الله بقى تكون المده اللي قضيتها هنا كفيله بانها تبعدك عن الاعمال اللي كنت بتعملها. أعوذ بالله ما تفكرنيش يا سعادة البيه. استغفر الله. سيدي ربنا يهديك. على كل حال طول ما انت كويس يبقى مش هنشوف خلقتك هنا تاني أبدا. أمري لله. ولو إن أنا يعني يعز علي فراقكوا قوي يا سعادة البيه، تصدق بالله أنا لفيت الدنيا كلها ما شفتش أحسن من معاملتكوا أبدا. يا سيدي الله يكرمك. المهم انك تبطل جري ونط وتاكل عيش احسن لك. خلاص توبه يا بيه. يعني اللي قبلنا خدوا ايه؟ مع السلامه. تسلم من كل راضي يا سعاده البيه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليك يا رب. استغفر الله. مين يتصور ان ابو حنف النصاب اللي دوخ الناس لغايه ما وقع في ايدين البوليس يبقى بالشكل ده؟ يجوز ال50 اللي قضاهم في السجن علموه الادب. جايز. لا ما حدش جه يستناني. سامحهم يا رب. تذاكر يا استاذ. لازم المحطه اللي جايه. بنقول تذاكر يا حضرة. تذاكر يا ابني. يا اخويا ايه البلاوي اللي جت دي؟ والبلاوي. اسمح بالعين من فضلك. مش معقول. ابو حنفي. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تسلى نورت. الله يحفظك. انما قولي لي. انا شايف على الباب خيله غير الخيله و... وجوه ساحة غير الساحة، إيه الحكاية؟ أمال فين الطقم القديم؟ مبقاش فاضل منه إلا أنا، وليلى، وعد إيه ذنبك؟ عن إذنك يا أبو حنفي عشان ألحق من بيتي. اتفضلي يا أخي. عن إذنك. طيب. Thank you.
قاعد مغذي يا ابني. الله مين ابو حنفي؟ الحمد لله على السلامة يا بيه. الله يسلمك يا سيد. المحل نور. عشت يا سيد. المحل كله تحت امرك. كله من خيرك. امال فين؟ لسه برضو. وحق من غربك دي ما تستاهلك ولا تستاهل لفتك عليها. يا سيد هو حصل حاجة؟ حصل بعد ما خدت عليك حكم الطلاق وانت في السجن. اتجوزت. بقى كده. سيد انت متأكد من جوازها؟ ايه اللي متأكد؟ وهو معقول اخسر جدع كيس زيك وداري عليه؟ ده انت خيرك عليا. كان زمان. زمان مين؟ انت طول عمرك ابو الفلوس ابو حنفي. فلوس؟ انت فاكر يا ابني انهم بيدوا مكافأة على الحبس؟ انا النهارده عديم الاهل والخلان عزيز النوم والجيب وخالي كده. لا اله الا الله. امال حتبات فين النهارده؟ هينام في بيته يا عديم النظر. ولا احنا مش قد المقام يا ابو حنان؟ مقام مين يا عزيزه؟ لا خلاص راحت علينا. فشل مقامك محفوظ. لا والله فيك الخير. وفي حاجات كتير بس اللي عنده نظر. ايه اللي طوعني؟ يفكر. اللي يفكر يتعب. الدنيا كلها تعب يا عزيزة. هما يعني اللي قبلنا خدوا ايه؟ خدوا نصيبهم. شوف انت بقى نصيبك ايه. طب يلا بينا.
قولي لي قبله ايه اللي جاب صورة السلف الصالح دي هنا؟ فطومة؟ اه صاحبة العصمة سابقا. انت ناسي اننا كنا اصحاب؟ الا هي فين اراضيها دلوقتي؟ ليه وانت ما تعرفش؟ لا والنبي انما منكم نستفيد. فطومة دلوقتي حبيبي عقبال امالتك، بقت في عصمة واحد تاني، بس مش واحد زيك. ما الواحد ونص. تاجر كبير قوي يا حبيبي، تاجر رز. مفيش فرق بين فلوسه وبين الرز. احب الكشري. هي كمان بتحبه اكتر منك. ثم انت ملك ومال، تناوي تعيده ولا ايه؟ فشل. تبقى انت بقى ما تعرفيش ابو حنفي. انا على قد ما انا بايع ومستبيع، على قد ما عجبك قوي ابن حلال مصفي وانسان واخاف من الحرام. والله يا حرام. اه والنبي مش باين من سؤالك عليه. لا ده مجرد سؤال كده عن ام ابني حنفي. وكان فين سي حنفي ده لما كنت محبوس؟ كان في بعثه. يا اختي هو كبير كده؟ اه ده كبير المقام قوي. اصلا انا كنت بعته بعثه حضانه وانا في السجن عشان امه ما تشوفوش، دي حتى افتكرته مات. حكمتك يا رب. على كل حال اذا كانت ناسياه نفكرها، وإذا كانت فاكراه نحركها، وإذا كانت حزينة نفرحها، وإذا كانت مبسوطة نزعلها. حاضر يا حبيبتي حاضر. معلش يا ستي سيبيها تتدلع، اصل عارفه ان مفيش على الحجر غيرها. طبعا عندها حق. يلا يا معلش كده كويس عشان الحق. الله انت مسروعه كده ليه؟ ما تقعدي يا بنتي وتاكلي على راحتك. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. نعم قطعك؟ يعني انت وراك ايه؟ هي مش يوم اجازتك النهارده؟ يا بابا استغل وقت فراغك بما هو يافع. ايه الحكايه؟ هما بيعلموهم الخطط في المدارس الداخلية ولا ايه؟ اصلها خارجة يا راد. خارجة؟ رايحة فين؟ صديقة اللي دهمها المرض فنقلوها الى المستشفى، ولازم اروح اشوفها يا بابا قبل ما تموت. لا انت النهاردة تقعدي تلعبيني شطرنج، انا ما اتغلبتش منك. ولزموا ايه بس الغلب ده يا راد؟ يا فاطمة البنت وحشاني، ما بشوفهاش الا مرة واحدة في الجمعة. يوم ما تيجي تروح تزور صديقتها التي دعمها المرض، لا انت لازم تقعدي تعملي شطرنج. طب يا بابا لما ارجع هلاعبك واغلبك. لا قبل الذهاب. قبل الذهاب؟ ايوه. طب يلا بينا. على فين؟ على الغل. ايوه. الله بس مش لما تفضل. اللعب اولا. هي الساعة كام فضلك؟ الساعة 11. متشكر. ايه
شوف المدمازيل تشرب ايه. ادينا اتنين ايس كريم سودا. لا هات واحد بس علشانها، واديني انا قهوه ساده. قهوه ساده ليك يا فضل الشر، اشربها على بختي. انت زعلت عشان اتاخرت؟ طب انا متاسفه. طبعا متاسفه، امال يعني هتكون ايه؟ تصور موتت العساكر والطبيتين والحصانين وبرضه مش عايز يكش. هو مين؟ بابا. بابا عنده عساكر وطبيتين وحصانين؟ لا كنا بنلعب. كنتوا بتلعبوا ايه، عسكر وحراميه؟ لا شطرنج. وانا بقى ايه، عسكري احتياطي؟ ابدا، ده انت الملك، كش بقى. ما تكش. انا فين وملك ابوكي فين؟ تسمح تشممني بقك؟ ليه؟ لا تكون شارب حاجه على الصبح. ايوه شارب، شارب المر من جعان. انت دايما متشائم ليه يا احمد؟ انا مش متشائم، انا متنيل، لاني حاسس انك مش ليا. يا احمد انا معاك لحد ما تخلص كل مشروعاتك. بس مين يضمن لي هيئه اركان الحرب اللي في البيت؟ احنا مش وضعنا الخطه على اساس الهجوم بعد نجاح مشروعك؟ ايوه بس بكالوريوس التجاره اللي معايا ما تجيش حاجه جنب تجاره ابوكي، ولو اتقدمت اطلبي تاكدي انه هيبص لي من فوق لتحت، بعدين هلاقيني تحت. بلاش تشاؤم يا احمد، كل انسان بيبتدي صغير وبعدين يكبر، ثم عملك والايام هيخلوك فوق. الايام بتاعت طه حسين مش كده؟ والنبي ما تعقدهاش، بابا عمره ما رفض لي طلب. تفتكري كده؟ طبعا. ثم مشروعك بتاع مضارب الرز هيعجبه، ده مشروع هايل، بس انا مستنيه الفرصه المناسبه اللي اقدمه له فيها. موت يا حمار، انت لازم ما بتحبنيش. ده انا بموت فيك يا عايده، عشان كده خايف ان فقري يبعدك عني. بالعكس الفقر مش عيب، ما دام القلب على القلب هنوصل اللي احنا عايزينه. يعني مش هتتخلي عني ابدا؟ ابدا ابدا يا احمد. طب وهتيجي معايا سينما النهارده؟ مش عارفه، اصل قايله لهم اني رايحه ازور واحده صاحبتي بتموت في المستشفى. خلاص قولي لهم انها ماتت بسرعه كده. ايوه خير الموت عاجله، قولي لهم انك رايحه تعزي. طيب وهعزي امتى؟ ماتني؟ ماتني. هو اللي صاحبي بيموت ياكل بالشكل ده؟ هي الظاهر بتطلع همها في الاكل. شكرا. زعلانه زعلانه قوي يا بابا، هموت من الزعل. لا باين عليك يا بنتي باين. ايوه ثانية واحدة. يكون عشانك يا هاني. عشاني؟ ايوه. مين بيتكلم؟ فطومة؟ مين؟ أنا أبو حنفي، أبو المحروس حنفي. الحمد لله على السلامة. ما بترديش ليه؟ على العموم الله يسلمك ويسلمني. إذا كنت عايز تسلمي على ابنك أنا أوصل له السلام. أنا أقول لك مفيش داعي أضيع وقتك على الفاضي. أنا بسهر كل ليلة في عشنا القديم في انتظارك في أقرب فرصة. فوتك بعافية يا فطوم. مين اللي بيتكلم؟ لا دي ماما عايزاني ازورها. الحمد لله. اظن هتلبسيه الاسود بقى وتغميني. مين؟ انا. طيب وانت دخلك ايه في الموضوع؟ انت هتعزي معاها؟ طبعا لا، العزاء مقصور على الاصدقاء فقط. لا اراكم الله عزيزا في مكروه لديكم. نعم قصدي لا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم. ما بتاكليش ليه؟ لا ابدا اهو باكل. وتفتكر يعني هي هتجيلك برجليها لحد عندك؟ ان شاء الله ما جت اروح لها انا برجلي. احنا هنخسر ايه يعني؟ انت ده انت عجزت الانسانيه نفسها. ابدا والنبي. طب ده انا ما بعملش كده الا من باب الانسانيه. عايز اكسب سؤال، اكسب حسنه حجم علوات حنفي على ام حنفي. ده انت عمرك ما هتورد على جنة. انا يا اختي شخصيا على الحياة. لا انا عايز جنة ولا انا عايز نار. ثم بيني وبينك يعني هلاقي فين جنة احلى من جنة فطومة وام فطومة. مالك يا بنتي كفل الشر، خضتيني. مش عارفة اعمل ايه في المصيبة دي. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ هو جوزك جراله حاجة؟ ابدا. حصلت منك حاجة زعلته؟ ابدا. تكونيش بقى زعلتي بنتي؟ ابدا يا ماما ابدا.
امال مالك بس جبتيني من بيتي على ملا وشي ليه؟ ابو حنفي خرج من السجن وكلمني في التليفون. ابو حنفي؟ طيب انت مالك وماله يا بنتي؟ ما انت خلاص انتهيتي منه وبقيتي على ذمه راجل تاني. ايوه يا ماما، بس حنفي ابني، انت ناسيه انه كان مخبي عننا المده الطويله دي كلها. انا لازم اشوف ابني اللي اتحرمت منه 5 سنين. يا بنتي انت عارفه ان الجدع ده شراني ويمكن عايز يربط دماغك بحكايه الولد دي. طب والحل ايه؟ ما ترديش عليه تاني. هو لو عندك حاجه؟ هو ملوش، لكن انا ليه يا ابني ضنايا. بكره ربنا يعوض عليك يا بنتي. يعوض عليا منين يا ماما؟ انت نسيت ان راتب ما بيخلفش، وده ابني ضنايا، لازم اشوفه. بس جوزك جه. يلا بقى افردي وشك وتعالي نقعد كده وبعدين نبقى نشوف لنا حل في الحكايه دي. اوعي إيه جوزك يعرف حاجه عن الموضوع ده. اهلا وسهلا بالست حماتي، اتاري البيت منور. منور بوجودكم يا راتب بيه. ايه الحكايه؟ انت ما تزوريش الناس الا بالبطاقات ولا ايه؟ لازم الحكايه فيها سر. سر ايه يا راتب بيه؟ الله، هو في حاجة بتستخبى يا ست هانم؟ وحياتك ما انا فاهم حاجة. ودي مسألة عاوزة مفهومية؟ أنت لازم في حاجة شغلة بالك وشغلاكي عنا وقاعدة المدة الطويلة دي بعيد. والنبي أنت بالك رايق يا راتب بيه. خلاص، حيث كده والله ما أنت منقولة من هنا. تقعدي عندنا كام يوم على الأقل تحلي علينا بركتك ويجنبنا كام دعوة من دعواتك الطيبة. ربنا وحده اللي يعلم يا راتب بيه. يجعل دعايا من حدكم ونصيبكم يا رب. عشانك يا ابو حنفي. مين؟ نقول له مين يا فندم؟ قول له الست بتاعته. تقولي الست بتاعتك؟ قول لها مش موجود، راح هنا ولا هنا؟ مش موجود مطرحه يا فندم، اذا راح كده ولا كده ودلوقتي يرجع. تحب نقول له حاجه لما يرجع؟ لا متشكره، انا هطلبه. اهلا اهلا اهلا، ده ايه التنازل الكبير ده؟
أرجوك ما فيش داعي للتريقة. تفضل. اشربي ايه؟ متشكرة. طب مشتاق لها النظارة دي عشان اقدر اشوف عينيك؟ لا معلش انا كويسة كده. مكسوفة حد يعرفك ولا مكسوفة مني؟ هو كسف من ايه؟ يمكن العمل اللي انت عملتيها. عملت ايه؟ كونك انت هست فرصة سجني وخدت عليا حكم الطلاق. طعنتيني في ظهري في الوقت اللي انا كنت تجلك فيه. يا محمود كل واحد خد نصيبه. نصيبه؟ فين هو نصيبه ده؟ طب نتحاسب بقى بالاصول. انت بتعمل كده علشان حنفي عندك مش كده؟ انا بعمل كده عشان قلبي عندك. بس انا مش خالي دلوقتي. لكن انا خالي. خالي مما جميعه. تقصد ايه؟ انا محتاج لك يا فطوم. انت عمرك ما كنت بتحب. انت اللي عمرك ما فهمتين. عملتك لي وانا في السجن كانت زي حكم الاعدام ويمكن الاعدام اهون كمان. مش وقت اعتاد دلوقتي. امال امتى؟ امتى تحسي بالنار اللي مش علينا فيا؟ ما تخوفنيش منك امال، انا جاي علشان اشوف الولد. قصدك حنفي؟ هو انا اقدر اتاخر عن طلباتك؟ بس لازم المعه عشان تقدري تشوفيه. الوضع غلبان زي ابوه. يا مولاي كما خلقتني. يعني عايز فلوس؟ تعدميني لو كنت اقصد كده. حنفي هو اللي عايز. انا هاخدهم منك هصرفهم عليه. وتجيب لي حنفي. حنفي وابو حنفي. انا في ديك الساعة. طيب اسمع انا هتصل بيك بتليفون بكره عشان اقول لك نتقابل فين. انا مضطر اقوم دلوقتي. امرك. طب اتفضلي يا صالح. لا معلش خليك مرتاح. ودي تيجي. ده انت برضه مهما حصل ام ابني حنفي. اتفضلي. مفيش. بس كل ما افتكر انك مروحة الراجل تاني عقلي بيشت. الاسم كده كان لازم تقولي له وانا في السجن. على الاقل كنت فضلت هناك على طول. في حد يزهق من الحرية؟ حرية؟ انت فاكراني عايش في حرية؟ ده العذاب اللي انا عايش فيه يا فطوم مكتفني زي ما اكون فيل عايش في قفص عصافير. بلاش تشاؤم، انسى الماضي وابتدي حياة جديدة وخلي عندك أمل على الأقل علشان ابننا حنفي. هحاول يا فطومة، بس كل اللي أرجوه منك إنك تكوني جنبي لغاية ما اجتاز الأزمة النفسية اللي أنا فيها. ربنا معاك. تصبحي على خير. وانت من اهله. ايه اللي عملتيه ده؟ المفروض جوزك كان صاحي وشاف عملتك المهببه دي. كنا عملنا ايه؟ ما اعرفش. ما تعرفيش اصلك مش وشي نعمة. عايزه تضيع العز والامل اللي انت فيهم. انا عارفه انا بعمل ايه. يعني ناويه ترجعي للف والدوران وسهر الليالي؟ عايزه ترجعي لعيشة كباريات تاني؟ يا ماما انا عملت ايه؟ بس عملت ايه بقى؟ خروجك في نص الليل واستغفالك لجوزك ودورانك مع رد السجون ده عمايل كويسه. اسمعي انت ما تجننيش، سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. انت هتفضلي كده في السرير على طول؟ بقى انا اقوم زي الحصان وانت مش قادره تتحركي؟ اصل تعبانه شويه. لا طب ما تفوتي على الدكتور بتاعنا يشوفي. انا متاكد انه هيكتب لك على دواء تستفيد منه تمام زي حالاتي. يلا بقى عشان نفطر مع مامتك. لا روح انت، انا مش عايزه افطر معاها. سبحان الله في طبعك. ايه اللي جرى؟ اصل ماما دي لها احوال مش عجبان. الله، ايه اللي حصل؟ جاي وعايزه فلوس، انا هقطع نفسي بقى. طيب وماله؟ مش والدتك برضه؟ انا عارفه. لا مالكيش حق. قولي لي هي عايزه كام؟ بتقول 200 جنيه. يا سلام، وده اللي مزعلك؟
يا ست ربنا يخليها لك. هي ما كانتش تطلب اللي هي عايزاه منك انت. تطلبه من مين؟ يلا نصالحها ونديها الفلوس. بس اسمع يا رفا. لا ما اسمعش. اسمعي اسكتي وما لكش دعوه. بس اسمع انا عايزه اقول لا ايه. لا ما اسمعش. ما شاء الله وكمان قاعده لوحدك. انا اللي بقول عليكي ست عاقله وكامله يحصل منك كده؟ حصل ايه كفايه الشر اللي حصل امبارح؟ هو في حاجه بتستخبى؟ ايوه بس. لا يا ست هاني انا ما كنتش انتظر منك كده ابدا. بالعكس انا كنت انتظر انك انت تكوني اول واحده ست تصالحني بالموضوع ده. على كل حال احنا ما كناش نحل مشاكلنا بنفسنا تبقى اسمها عيشه دي؟ انا اتفهمت دلوقتي مع فطوره. تعالي قبليه. لكن ما لكنش ولا حاجه. دي مساله مش عاوزه تسويق. اتفضل تعالي معايا. يلا تعالي يا ست تعالي. خليني جبت لك والدتك لحد عندك. يلا استسمحيها. استسمحها؟ وده كلام برضو. الواجب انها تستسمحك انت. انا؟ ليه؟ هي غلطت معايا ولا معاكي؟ الله انت مش بتقول انها قالت لك؟ بصراحة انا قلت لها الفلوس اللي انت عايزاها. بتبص لها ليه؟ ودي فيها حاجة دي؟ وادي يا ست الفلوس اهي تحت ارض. اتفضلي يا ستي ادي الفلوس. اتفضلي. يلا بقى افرضوا وشكم. مساله ما تستحقش. وحياتك يا فاطمه ناوليني شكيت لحظه اتاخر. متشكر يا ستي. فوتكم بعافيه. مع السلامه. دول مش علشان. امال عشان مين؟ علشان حنفي. عشان حنفي ولا ابو حنفي؟ بس نعم ما اقولك انا كنت اقدر ما اقولكيش على حاجه وانفذ اللي في مخي. انت ما تقفيش في سكتي احسن اهد البيت علي وعلي فيه. يعني هتعملي ايه؟ اسمعي ما تجننيش. ادي الفلوس امال. وما اديتهم لكيش؟ هقولي راتب على كل حاجه وزي ما تيجي تيجي. انت صرت خبطتي في نفوخي. ايوه بس اهدي. وبعد ما تديله الفلوس؟ مش عارفه. انت فاهمه انه هيوصلك لحنفي؟ وحتى جي فين؟ في اي حته. ان شاء الله حتى يكون عندك. طول عمرك اميره يا حماتي. سابقا سابقا. تعرفي طول ما انا مسافر في البعثه ما بطلتش اشتكي فيكي والله العظيم. وحشني فنجان القهوه من ايدك الحلوه. الا قوليلي انت لسه بتشوف الفنجان؟ لا بطلته. امال بتشوفي ايه دلوقتي؟ ما بشوفش وحش. يسمع منك اللي خالقك يا شيخ. امال فين فطومه؟ وعايزها ليه؟ انت مش جاي عشان الفلوس؟ ايوه بس انا برضه ما استغناش. ثم ما تنسيش هي كمان عايزاني. هي عايزه ابنها. قصدك ابننا حنفي. اسره. انت ما جبتش الواد ليه؟ وده اسمه كلام برضه. مش لما ناخد وندي مع بعض؟ ان كان على الفلوس اهي جهد. طب ما تهرش يا اخي. لا لما تجيب الواد قبلك. هو مفيش ثقه؟ لا يا حماتي لا. انت طعنتيني في كرامتي. سلام عليكم. استنى اديله الفلوس يا ماما. اديهم له. انا هبلغ البوليس وارفع قضيه واطالب بحضانه الواد. يا وليه يا عالي وكلي عيش دلوقتي تشوف.
البوليس عنده مذكره من سنتين بقى ان الولد تاه مني. هقول لهم انك مخبيه. طب دوري عليه يا اختي بقى بشطارتك. يا ماما اديني الفلوس، اديني الفلوس. يا مجرم. سامع؟ على كل حال معلش سامحها. الله. دول 200 جنيه. امال انت عايز ايه؟ انا اللي عايز. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليك يا رب. ده انا حتى يعني الفلوس ماليش عليها تقل ابدا. يا ناس بطلوا سوء الظن ده بقى. اللهم طولك يا روح. ربنا عالم باللي انا كنت بعمله. انا كنت بحزن بطني وانا في السجن وابعت له الجرايه بتاعتي عشان يقدر يعيش. تقوموا تقولوا لي عايز كام؟ انا مش عايز حاجه ابدا. ده حنفي. حنفي هو اللي عايز فلوس. انا مش بتاع فلوس. وهو عايز كام؟ 5000 جنيه. انا ما قلت لك الصنف ده ما يجيش بالذوق. يا ولية عقلي بقى وكل عيش. من فضلك يا ماما خشي جوه. ايوه يا ماما بقى من فضلك خشي جوه. لما يكون واحد بيتكلم مع الست بتاعته ايه؟ سابقا يعني سابقا تقوم تختشي وتخشي جوه على طول من فضلك. ربنا يهد اقواك يا شيخ. تعال تعال هنا. عد كده. سامع؟ ابتدي عليا. بقى وانا في السجن تجرحوني ولما اطلع منه تجرحوني. مهما تقصدش بس يعني ال 5000 جنيه دول هجيبهم منين؟ يا ستي انا مستعد اخدهم رز. رز؟ بس الرز ده بتاع جوزي. يا عالم وقفوني على رجلي. وقفوني على رجلي يا ناس. حرام عليكم حرام عليكم. يا فطومه يا حبيبتي ده اللي بينا دم مش ميه. بس انا حاضر اعمل لك ايه؟ بقى انا كمان يعني ما عنديش ذنب ابدا. الشهاده اللي معايا موقفه حالي. البكالوريا اللي انا خدتها من ابو زعبل بترفدني قبل ما تعيني في اي شغل. هعمل ايه؟ يعني يرضيك يا فطومه يا حبيبتي اتلطم انا وابننا حنفي؟ ولا تحط ايدك على ايدي لحد ربنا ما يسهلها؟ بس انا جبت لك اللي قدرت عليه. طيب يا ستي كملي جنيلك بقى وتوسطي لي عند جوزك. اضمنيني عنده. اضمنك؟ اضمنك بايه؟ بالمعروف يا فطوم. بالقرابه اللي بينا يا حلوه. قولي له عليا ان انا راجل قريبكم من بعيد ومحتاج لاي شغله. وانت عارفه يعني ان انا اسلك في اي شغلانه. انا سمعت ان جوزك راجل طيب قوي وممكن يشغلني عنده. يا فطومه على الاقل يبقى زيتنا في دقيقنا. وحياتك انت وغلاوتك عندي انا بعمل ده كله عشان خاطر حنا في ابننا. قلت ايه؟ وهو ده معقول يا فطومه انك توصي على واحد وما يطلعش كويس؟ انا في الحقيقه كنت في اشد الحاجه لواحد زي ابو حنفي علشان اعتمد عليه بقى ويريحني. استغفر الله يا راتب بيه انا ما عملتش حاجه. انت سهيل من عند ربنا. انا جربت شغل كتير ما لقيتش احسن من الشغل معاك. ده الواحد لازم يخدمك بعينيه وعينيه مش كفايه. لازم يخدمك بقلبه وبرضه قلبه مش كفايه. وبعدين بقى يا ابو حنفي في كلامك الحلو ده اللي بينقط سكر. والله يا راجل انت اثرتني. العفو يا راتب بيه. تليفون من مصر يا راتب بيه. طيب عن اذنكم يا جماعه. اتفضل. يا سلام يا سلام يا ولاد يا سلام. اما والله العظيم احنا ما كنا عايشين صحيح. ده ايه العز ده كله؟ يعني صحيح انت يا محمود؟ اها ده وقته برضه. ما هو ده قبل كل حاجة. أنا مش فاهمة وقته هيبقى إمتى. ما كانش فيه فرصة. وإمتى هشوف الولد؟ هقول لك أول ما ننزل مصر إن شاء الله. صحيح. وغلاوة حنفي عندنا صحيح. وهو عامل إيه دلوقتي؟ زي البوم. وإحنا يعني بنعمل ده كله علشان إيه؟ ها؟ أيوة أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. يا عايدة يا ستي اللي كانت على التليفون. عايدة؟ عايدة مين؟ بنتي. أصلها يا سيدي في مدرسة داخلية.
ولا بتجيش الا كل يوم جمعه، والجمعه دي ما عدناش معاها خالص. انت لك بنت واسمها عايده؟ هو انا حد غيرها يا ابو الاحناف؟ على العموم احنا مضطرين ننزل مصر دلوقتي علشان نلحقها. خلص انت شغلك وحصلنا على مهلك. امرك يا راتب بيه، تسافروا مع الف سلامه. يلا يا فطوم. بقى ليه بنت واسمها عايده ومحدش منهم يقول لي عليها؟ سامحهم يا رب. الو. يا تبتدي تحلو قوي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انا اسف. طبعا اسف. امال هتكون ايه يعني؟ اعمل ايه يا عايده، ما هو غصب عني. ليه ما تقول غصب عني؟ انا اتأخرت ليه بصراحة؟ قبل ما اجيلك فت على بار شربتلي كاسين تاني. احنا مش قلنا نبطل شرب؟ اعمل ايه يا عايدة، ما انا بستعين على الرمضاء بالنار. هي فين الرمضاء دي يا احمد؟ انت؟ انا رمضاء يا احمد؟ اخص علي، انت لازم ما بتحبنيش. انا بموت فيك يا عايدة، كل ما بفكر في اليوم اللي اروح اخطبك من ابوكي بلاقي استحالات كتير. وفكرك الخمرة اللي هتوصلك للحل اهي، على الاقل بتنسيني. تنسيك ايه؟ انت عايز تنساني يا احمد؟ انساكي؟ ده انا بشربها عشان خايف. خايف من ايه؟ خايف يجي يوم ما تفتكريش احمد الغلبان وانت في عربيتك، احمد اللي بتشعبط في الترميات علشان يوصل لك في ميعادك. لكن انت كل حاجه في حياتي يا احمد. يا ريت يا عايده، ده انا بشربها مخصوص علشان اعيش في الحلم الجميل ده. وانا مفيش حاجه مضايقاني فيك الا الشرب. الشرب اللي نساك اهم يوم في حياتك. يوم ايه ده؟ انت ناسي ان النهارده عيد ميلادك. انت فاكره يا عايده؟ طبعا فاكره، عشان ما بشربش زيك، عشان متاكده ان حياتنا مع بعض هتكون ملكنا. خيالك حلو بس الحقيقه مره. تعرف ازاي نخليها حلوه؟ نبتدي الاول بالمواعيد. مالها المواعيد؟ من هنا ورايح مفيش تاخير. ملوش لزوم ده يا عايده. كل سنه وانت طيب يا احمد. وانت معايا يا حبيبتي. والوقت سرقني. تعالي هنا، رايح فين؟ ايه عاوز ايه؟ يعني وراك الديوان يا خيا. لا يا اخويا، ورايا الكباريه، الديوان بتاعي. لا لا سيبك منه يا شيخ، وخليكي في الديوان الملكي بتاعنا. والمام يا رحمام. المام؟ انا ملك المام يا فقير هانم. والله انا تحت ايدي دلوقتي اهو فلوس زي الرز. ليه زي؟ ليه زي؟ رز 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 رز. طب ما تنزل معايا شويه تغير هوا. انت قالي بس شويه لما يجي بدوي، عشان بقاله كام يوم كده ما جابليش الاخبار عن الواد حنفي، واخر مره قالي انه كان تعبان شويه. ليه؟ انت ناوي توديه لامه؟ لا لا لسه ما بقانش الاوان. اوان؟ والله باين عليك مش هتجيبها البر. هجيبها البر ليه؟ ما هي عايمه كده احسن وفرده لوحها على اخي، ومطرح ما ترسي ادق لها. بدوي اهلا. بدوي انت جيت؟ لسه واصل دلوقتي. عملت ايه؟ حنفي. ازاي وما جبتوش معاك ليه؟ بيا في حياتك في حنفي. حنفي مات؟ مات ازاي؟ اصله كان ضعيف والدسنطريا مص الدم وما قدرناش نعمل له حاجه ابدا. حياتك يا ابو حنفي، اعزيك كمان في التخطيط اللي باظ. باظ؟ الا باظ. انت فاكراني ايه يا شاطره؟ هاوي مبتدئ؟ لا انا محترف، بس اللي تعبني اني بحارب في 100 جبهه.
وكنت ناسي طبعا جبهة عزرائيل. معلش، كويس قوي اللي افتكرت. عارف عزرائيل ده وشطارته، انا حشغله عندي. كلها ابو حنفي، انا قلبي معاك. ايوه انا مش عايز غير قلبك. اقعد يا راجل اقعد. ده احنا قلوبنا كلها معاك. هو احنا بنتقدم خطوه من غير وجودك يبقى كلام فطومه ما نزلش الارض. يا فندم، ده انا دايما في خدمتكم. متشكر يا ابو حنفي. اسيبك بقى تكمل شغلك. على فين؟ لا هوصل كده لحد الدكتور. سلامتك ليه؟ هيجدد لي شويه حاجات. يجدد لك ايه؟ قطع غيار؟ يا راجل فعل الله ولا فعلك، ده هينشط لي الغدد. حبسي علشان ما اعطلكش. مع السلامه يا رات الدين. مع الف سلامه. حلوه قوي حكايه الغدد دي. هي فرجت وكنت اظنها لا تفرجوا. حد عندك واطمنتي عليه؟ بس انا نفسي اشوفه. هشوفه امتى؟ هو ده بس اللي تفكري فيه؟ افكر الاول في مستقبلي؟ انا مش فاهمه حاجه. ولا هتفهمي حاجه طول عمرك. اصلك فرحانه بالزخرفه اللي حواليك، باليومين اللي انت عايشاهم جنب راتب بيه. انما بكره. ماله بكره؟ هنصلح سوا حياتك، انت وانا وسي حنفي. واللي هيتنغنق بصحيح وحيدة ابوها عايده بنت راتب بيه. ترجع انت تسهري الليالي وسي حنفي بتاعك يمشي حافي. الاسم بقى انا هعمل ايه؟ اسم مش عادله. انما لو مات راتب النهارده هتتغير الاسم، هتورث انت وتبقي المسيطرة على صاحبة الاسم والنصيب. هتضمني بكرة وبعد بكرة كمان. يعني اعمل ايه؟ اقول له موت؟ ليه لا؟ ايوه اسمع، هو هيكون عقلك بيقول لك كده ولا كده؟ عقلي؟ هو انا بقى في عقل يا فطومة؟ ده انا كل ما افتكر عشرتنا مخي يشت يشت. يا ساتر، ده انت بتكرهه بشكل. لا يا فطومه، انا بكرهك انت. كداب. حياه غلاوتك عندي بكرهك انت. والعمر بيفوت والامل مفقود، وايه اخره الصبر يا رب يا رب. احنا هنعيده تاني يا ابو حنفي. احنا ما صدقنا رسينا لك على بر. ابو حنفي خد بالك من نفسك، حنفي ملوش غيرك. انا هعمله ايه يا فطومه بقى؟ البركه فيك انت. في انا؟ لو كان على نفسي انا ابدي بحياتي. لا يا فطومة، لا يا حبيبتي، حياتك حياتي غالية قوي. بس ده انت ربنا يعني ينول اللي في بالي. ربنا يريح قلبك. اسمع منها يا رب. أنا مش هغيب كتير في العزبة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. تسافر وترجع بالسلامة يا راتب بيه. الله يسلمك.
كنت بقول ايه يا ابو حنفي؟ ايوه يا فندم. ما تيجي ويانا. اهدي معاك. اهدي معاك ازاي؟ زي الناس يا اخي، ده مشوار بسيط، نروح سوا ونرجع سوا. ايوه بس ده مش ممكن. طب والشغل اللي عندي يا سيدي؟ ما هو كل شغل. تعالى تعالى. ايوه بس يعني. وحياة فطوبة لا انت جاي. ايوه يا سيدي. يلا يا شيخ. خش قدامي كده. الشغل يا راتب بيه اسيبه كده اهو. انت هتفسحنا ولا ايه؟ بالطريقه دي مش هنلحق. نلحق؟ نلحق ايه؟ صلاه الظهر يا اخي. نلحقها ازاي؟ حاضر. ودي بس السرعه دي، اهو الظهر حاضر لغايه العصر. الله يجازيك يا ابو حنفي. دوس بنزين يا استاذ حسين، دوس. شفت بقى، لولا وجودك معايا كان سماني دلوقتي مع الأموال. الحمد لله جت سليمة. كتر ألف خيرك يا أبو حنفي، أنا مش هنسالك الجنة أبدا. ألف بعد الشر عليك يا بابا. يا سلام، لولا الله يستره أبو حنفي كان دلوقتي ما فيش بابا ولا حاجة أبدا. يا خبر، أنت إيه يا أخي؟ لقطة يا فندم؟ ده أقل ما يجب. ده أنا لو طلت أفديه بحياتي ما كنتش اتأخرت أبدا. انت فيك شيء لله يا ابو حنفي. تصوروا يا جماعه ان طول السكه كان قلقان وما كانش مبسوط ابدا من سواقه لست حسين، مع ان الراجل ده انا قايل له يا است حسين انا مسافر العزبه، فكان اقل ما فيها انه يكشف على العربيه. اهمال فظيع يا فندم، اهمال فظيع جدا. او انا عشان كده غيرته وجبت لكم السواق الخصوصي بتاعي القديم بتاع زمان. ده سواق ممتاز جدا اسمه لست بدوي. بتقول اسمه ايه؟ اسمه بدوي. وكويس السواق ده؟ إلا كويس يا فندم، ده لقطة. ده مش هيشتغل سواقه بس هنا، ده هيشتغل مرمطوه في البيت كمان. طبعا إذنكم. على فين يا أمورة؟ ما لسه بدري. معلش لازم ألحق الخياطة عشان تقدر تخلصني الفستان اللي هحضر بيه بكرة عيد جواز بابا. الله الله الله. طيب مش كنت تقولوا لنا عشان نقدر نقوم بالواجب ولا إيه؟ يا سيدي متشكرين، ما أنت قمت بالواجب يا أبو حنفي. يا فندم لا شكر على واجب، ده أنا لازم أعمل ليلة. ليلة فل. Thank you.
اظن دلوقتي فهمت كل التعليمات. طبعا طبعا، اتكل على الله، انت مالكش قهوه. خد بالك. طيب. وانا ماليش كاس ولا ايه يا جماعه؟ يا سلام يا ابو حنفي، ده انت البيت كله تحت امرك. ده لولا وجودك انت كان البيت ده زمانه مظلم، وانا كنت زماني مع الاموات. يا راجل كف من بقك، ربنا يديلك طولة العمر. ايوه صحيح، احنا عايزين له طولة العمر وعايزين له كمان ولي العهد. اهو ده اللي ناقصنا. انا بسمع يا راتب بيه، اذا جبت ولد لازم تسميه حنفي. من بقك لباب السماء، وانا ما عنديش مانع اذا جت بنت هسميها حنف. لطيفه قوي قوي قوي. اهلا 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 بعروستنا، ما شاء الله. تصوروا انا ما عرفتهاش الا بالشبه كده. الساعه كام يا بابا؟ 10:30. يا خبر مش معقول. ليه؟ لانها مأخرة دقيقة. خضت ايدي يا بنتي. طب تسمح تقلع؟ اقلع ايه؟ الساعة يا بابا. الساعة. اتفضلي يا بنتي. اهي الساعة دي أربط يا بابا. كده؟ كتر خيرك. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة. شفت إزاي؟ يعني لو شرف ولي العهد السنة دي هيجيب لك منبه السنة الجاية. يجيبوني عشانك يا علي. علشاني أنا؟ على إذنك. اتفضلي يا بنتي. ظريفة أوي. كل سنة وأنت طيبة. ألو؟ أيوة أنا عايزة. لا حلوة أوي. ايوه يا احمد، اتاخرت ليه؟ تصوري ان بعد ما وصلت لحد البيت وشفت زحمه العربيات خفت اخش، حسيت اني مش قد الناس دول. العبد بتاعك يا احمد، البيت ضلمه من غيرك. طب تسمح تقفل السكه وتيجي على طول؟ احمد انا حسلناك على الباب، اوعى تتاخر. باي. يا سلام يا ابو حلب، ده حاجه جميله فعلا. تعالى يا راتب بيه. تعالى تعالى. اسمع، انا الليله محضر لك حته مفاجاه هتدعي لي بعدها طول العمر. لازم جبت الحقن الالماني. بس يعني حكايه خلاف سرك، احسن عرض الحقن اللي معايا محدوده جدا. وانا وصيت بدوي هيديلك الليله حقنتين في السر. ابوسك ابوسك يا ابو حنفي، ابوسك. على اذنك بقى. اتفضل يا حنفي اتفضل. اكلك منين يا بطه؟ اكلك منين؟ الله، ايه الحكايه يا راتب؟ لا سيبيني الليله عيد.
ليه؟ اصل الحقيقه مش واخد على الجو ده. ما تقولش كده يا شيخ، ده انت برقبتهم كلهم. تعال تعال ما تتكسفش. بابا بابا الاستاذ احمد. احمد؟ ايوه احمد عجمي، اخو صاحبتي اللي كلمتك عنه. البقيه في حياتك يا ابني. في حياتك الباقي يا فندم، بس ليه؟ امر ربنا يا ابني، هنعمل ايه؟ ايوه ما انا ما بقولش حاجه يا فندم، بس يعني انا يا بابا ده احمد عزمي بتاع المشروع اللي قدمته لسيادتك. الله، هو مش اخو صاحبتك اللي عيت الصبح وماتت بعد الظهر؟ لا يا بابا، ده بتاع التجاره. طب ما تقولي كده من الصبح. الف مبروك يا الله يبارك فيك. انا قريت المشروع بتاعك وانبسطت منه تمام، تقدر تعتبره مقبول يا فندم. انا تحت امرك ورهن يا شرف. انا بنبسط جدا لما الاقي شبان زيك كده كويسين ومهتمين بعملهم. تعالى يا جدع اتفضل يا ابني، اشرب في صحه المشروع. ما هو اشرب يا ابني اشرب، ما تترددش، الليله عيد. ايوه صحيح الليله عيد. في صحه سيادتك. بصحتك يا ابني عن اذنك. وكمان بتشرب؟ ما الليله عيد. اما انا الليله بقى محضر لك حته مفاجاه. ايه هي؟ لا لما تمشي المعازيم اكلك منين يا بطه؟ اكلك منين؟ الله، انت تقلت الليله في الشرب ولا ايه؟ ابدا وحياتك. اسمع، انت الليله دي تسيبيني على كيفي وليك عليا، بعد كده ابطله خالص. كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ايه؟ انا مش لسه واخده منك الكاس الفاضي؟ ايوه. امال ايه ده؟ ده كاس مليان. تاني تاني وتالت ورابع، اما احنا مش اتفقنا؟ وكمان علشان ما احسش ان انا مكسوف بين الناس الاكابر دول. في صحتك، في صحه بابا، وفي صحه نجاح المشروع. في صحتك. الا قولي لي ما الاقيش عندك حته جبنه، حته خياره؟ اصل انا ما بعرفش اشرب من غير ما ملي. يا سلام، المطبخ كله تحت امرك. ثانية واحدة. متشكر. جرسون. سلامته مستعجل على العيال، كنا ناقصين ماتريس في سكتنا. اطمن مش هيطلع عليه النهار. بس اوعى يكون حد شافك. عيب انا تربيتك، لا من شاف ولا من دري. اي اوامر تانيه؟ لا، زوق من هنا بسرعه. Thank you.
بقالي يومين ما شفتكش. ايه مالك يا حسني؟ في حاجه؟ بس فاكر يا فندم ازاي احمد بقالي يومين ما طلعش؟ الواحد خايف عليه، خايف لا يكون جواه حاجه. جرى له حاجه؟ اه. احمد افندي، احمد افندي، الكرايات زي ما هي. يلا نشوف ايه. الرحمن الرحيم. ده باين عليه محمومة بكرة فندي. تلقاه شارب زي عوايده. يا اخي شارب ايه انت راخر؟ ده جسمه مولع زي النار. مولع زي النار؟ آه. طب مستني ايه؟ ما تجري تجيب الاسعاف بسرعة. هوا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا دكتور حيخيط ان شاء الله. ان شاء الله.